حاج حنفي. السلام عليكم. اتفضل يا حاج حنفي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حاج حنفي. ازيك يا دكتور وازاي صحتك؟ معلش يا حاج حنفي لو تكرمني توطي التلفزيون شويه وتسمعني من التليفون لو تكرمت. يا حبيب قلبي انا فصلت خالص. على راسي ليه بس كده؟ اتفضل. والله يا دكتور ماتش الكوره بيقعد ساعتين. طيب. ما بنستمتعش بحضرتك. وبعدين ربنا يديني ريست ومال وحسنات قد ما بنحبك. الله يرضى عنك ويبارك فيك. والله يعني. والله انت والله والله مره الكلام بتاع حضراتكم ده هيدوب قلبي. ربنا يعزك يا حاج رضوان. ربنا يخلي سعادتك. ربنا يخلي سعادتك دكتور. قول لي السؤال فين. في شهر رمضان. طيب. طبعا قبل العيد بنطلع الزكاة. طيب قصدك على قصدك على قصدك على زكاة على زكاة الفطر. زكاة الفطر. طيب جه عليا شهر رمضان في العشرة الاخاره انا مش لاقي افطر لي انا ولاولادي. يا الله. بس المرتب بتاعي هيجي لي بعد العيد، هل ممكن استلف اصلع الزكاه وبعدين لما اقبض ارد الفلوس السنة؟ طيب يبقى السؤال بتاع حضرتك هو سؤال مهم جدا، بيقول هل انا لو كنت في ليله العيد لا املك القوت بتاع اليوم بتاع بتاعي ده هل عليا زكاه؟ الحقيقه لا ما عليكش زكاه. طب هل مطلوب مني ان انا استلف عشان اخرج الزكاه؟ لان الفلوس هتجيلي بعد كده. لا احنا المطالبين باليوم ده. اليوم ده افرض واحد اضرب لك مثال يا حاج رضوان، افرض واحد كان معاه ملايين ممليانه وفجاه ما بقاش معاه مليم، خسر كل فلوسه قبل الليله دي، قبل يوم العيد ده وما بقاش معاه حاجه، فما علوش هذه الزكاه. العبره ان انت يبقى تملك قوتك ما يزيد عن قوتك في هذا اليوم. لا تملك ما يزيد عن قوتك في هذا اليوم ما عليكش زكاة. يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى في حد هيتخرج له الزكاة وفي حد هيخرج الزكاة. يبقى أنت ساعتها كنت المفروض أن أنت يخرج لك الزكاة. وربنا يوسع عليك ويكتب لك الخير والبركة يا حاج رضوان.